السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم جدعان؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا خير. قبل ما ابدأ فكرة فيديو النهاردة، متنسوش تذكروا الله لا اله الا الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. الا بذكر الله تطمئن القلوب، اذكر الله قلبك اطمئن. قبل ما ابدأ فكرة فيديو النهاردة، يعني لايك الفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يصلكم كل جديد. طبعا يا جدعان، فكرة النهاردة هيكون عن أفضل تطبيق لعمل الصورة المصغرة والفوتوشوب، بس الحاجات دي تستخدمها في الخير، يعني متاح كل الميزات وكل الفرص، بس الحاجات دي تستخدمها في الخير، بس الحاجات دي تستخدمها في الخير، متاح فيه كل حاجة. طبعا في حاجات فيه بتشتغل بنت، وفي حاجات فيه بتشتغل من غير نت. هو أصلا تطبيق مجاني، يعني مفهوش علامة مائية ولا في الكلام ده. هو تطبيق بيكس آرت. بسم الله الرحمن الرحيم. ده كان عامل ازاي هنا يا جدعان؟ ده كان مثلا هنا على الخلفيات، الخلفية بجيب مثلا خلفية مثلا زي كده مثلا. طبعا الأدوات هنا تقدر توصف الصورة، تخلي مثلا حاجة عادي تشوف مثلا كده مثلا نسوم صغرى مثلا كده، تأثيرات، تأثيرات دي فلاتر وحاجات وكده، تقدر تخلص تغير الخلفية، كل فلاتر الرايات. ميزات الخلفيات طبعا الميزة دي بفلوس، الميزة دي يا جدعان بفلوس. يعني في ميزات بفلوس وفي ميزات من غير فلوس. لصق، لصق زي مثلا اليوتيوب، بس لازم تبحث بالنت، تبحث بالنت عشان فاتح الداتا كده. يعني اي حاجة ما هتبحث عليها في لصق هتلاقيها. قطع اللي هو تقص الصورة، عندك كده تحديدات، خط محيطي، الشكل، الفرشات، مسح، النص. النص ده هو انت هتكتب مثلا اي كده، انا اكتب اسمي. طبعا في مزايا كتير، تناسق برضه، فراش ايدي كده، دي برضه فيها كل حاجة. الحد من شكل في كل حاجة برضه، لو شفنا حاجة تاني حاجة يا جدعان، زي ما انتوا شايفين كده التطبيق ده هتلاقيه موجود، رابط تنزيل التطبيق ده يا جدعان هتلاقيه في وصف الفيديو في القناة. طبعا التطبيق فيه فلاتر في كل حاجة زي ما شفنا يا جدعان، تطبيق احترافي جدا جدا. يعني تشغل القناة، تنوع العدسات دي برضو إطار، وسيلة شرح دي لو انت تكتب مثلا جملة مثلا اهي، ثواني المزيد من الأدوات برضو فتح. طبعا يا جدعان يعني ما شاء الله كل دي حاجات في البرنامج، والبرنامج احترافي جدا. عشان شرح البرنامج انتظروا في فيديو سابق ان شاء الله، او في السلسله الجايه. السلسله الجايه هنقول لكم ازاي تعلم مونتاج من على الموبايل، مونتاج احترافي زي اليوتيوبر ومشاهير، وازاي تبدا على اليوتيوب لو انت مبتدئ وتبدا صح على اليوتيوب، وبرده ازاي تعمل صورة مصغرة وتبقى إيه؟ وتبقى هتعمل صورة مصغرة احترافية يعني من الآخر. اذكر الله لا إله إلا الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، اذكر الله قلبك اطمئن. أشوفكم في فيديو جديد، اعمل لك الفيديو ده واشترك في القناة وفعل زر الجرس، وفعل الجرس على الكل عشان يصلك كل جديد. أشوفكم في فيديو جديد، سلام.
في رعاية الله.